السلام الله عليكم مشاهدينا. نشرة الأخبار المحلية تأتيكم من قناتكم نوميديا، والبداية بالعناوين. في تيبازا يوم إعلامي حول دور القروض الاستهلاكية في تطوير المنتوج الوطني. بعنابة مصالح والتضامن الوطني في خرجة إنسانية إلى بلدية العلمة. في عين تيموشنت ميناء ترقى حلم وأرشيف ضائع. وفي تيزي وزو تتابعون تمشرط عادة راسخة وسط سكان قرية كمودة. أهلا بكم. بداية، نظمت غرفة التجارة والصناعة لمدينة شينوا بولاية تيبازا يوما إعلاميا حول دور القروض الاستهلاكية في تطوير المنتوج الوطني بحضور والي الولاية والسلطات الولائية والمحلية. ونشط اليوم الإعلامي عدد من الأساتذة المختصين في المانجمنت الذين أوضحوا أهمية القروض الاستهلاكية وكيفية الاستفادة منها. التقرير لبالخير معافى. دور القروض الاستهلاكية في تطوير المنتوج الوطني هو موضوع اليوم الإعلامي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة لبلدية شنوا بحضور والي ولاية تيبازا والسلطات الولائية والمحلية. ويهدف هذا اليوم الإعلامي إلى شرح كيفية اقتناء القروض الاستهلاكية وماهية المنتوجات المعنية بهذه القروض. نحن نطمح إلى شرح مفهوم هذه القروض الاستهلاكية. فهذه القروض هي قروض اختيارية، ليست مرغمة. يعني المستهلك في حد ذاته راح يشوف نوعية القروض كيف تتم، كيفية المعاملة مع القروض، ومن ثم هو لديه الخيار في اقتنائها. إذن الهدف هو إيصال فكرة هذه القروض الاستهلاكية للمواطن، وكذلك كيف نشجع استهلاك محلي. اليوم الإعلامي عرف مشاركة عدد من المختصين على رأسهم الأستاذ إسماعيل الماص، وكذا أساتذة مختصين في المانجمنت. تطرقوا خلال مداخلاتهم للتعريف بالقروض الاستهلاكية وكذا دور البنوك في هذا المجال. فشاركت إخواني من المتعاملين الاقتصاديين وكذا أساتذة الجامعة في هذا الحدث، وهو موضوع حساس جدا، لأنه موضوع طرح على الساحة كموضوع استباقي، يعني فيما يخص الاستهلاك، كيفية الاستهلاك والقروض الاستهلاكية، معناه كيف نقوم بعملية، وهذا للتحسيس، معناه له الترويج الإعلامي لهذا كمنتوج. الأساتذة المحاضرون أكدوا على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن الذي يبقى العنصر الأساسي لبناء اقتصاد قوي يعتمد على المنتوج الوطني. تضامنيا، نظمت مصالح والتضامن الوطني بولاية عنابة خرجة إنسانية إلى قرى ومداشر بلدية العلمة النائية، مست عددا كبيرا من الأشخاص المعوزين الذين استفادوا من كميات معتبرة من الألبسة والمواد الغذائية والأدوية والكراسي المتحركة. فرقة نوميديا بعنابة رافقت هذه القافلة وبعثت إلينا زميلة سماح قددرة بالتقرير التالي. في هذه الخرجة الإنسانية النموذجية التي نظمتها مصالح التضامن الوطني بولاية عنابة بالتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية ووكالة تسيير القرض المصغر، تم توجيه الدعوة حصريا لقناة نوميديا، والتي رافقت القافلة وهي تنتقل بين مشتة أولى التومي وحي الحصحصية ومشتة بئر المرجة بأعالي مدينة العلمة. الخرجة الإنسانية مست العديد من العائلات الفقيرة والمعوزة، وتمكنت من إدخال كثير من الدفء والفرحة على نفوس هؤلاء الذين ساعدوا بمثل هذه المواقف الطيبة. تبعا لتوصيات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وفي إطار برامج التنمية التضامنية على مستوى بعض القرى والمناطق المحرومة والشبه معزولة ببعض بلديات ولاية عنابة، تقوم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بالتنسيق مع الخلايا الجوارية للتضامن وكذا الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر الموجودة معنا وبلديات الولاية برمجة خرجات ميدانية تضامنية خاصة بالمناطق المحتاجة. صور التضامن عديدة ومتنوعة، ومشاهد البؤس والحاجة كثيرة أيضا،
وقد نعود قريبا إلى تفاصيل هذه الخرجة الإنسانية في ريبورتاج حصري على قناة نوميديا تيفي. من أجل شوارع نظيفة وتنفيذا لتنظيماتها التجارية النص على مكافحة التجارة الفوضوية، استطاعت مصالح أمن ولاية شلف إمساك قبضتها على التجار الغير الشرعيين بطريقة حضرية، مع توعيتهم حول كيفية الاستفادة من نشاط تجاري بصفة قانونية. أحمد الوحشي في هذا التقرير. أزقة وشوارع عاصمة الولاية شلف تتنفس السعداء أخيرا بسبب تشديد الخناق على التجارة الفوضوية. هذه الأخيرة التي كانت سببا مباشرا في تشويه واجهة المدينة على مدار سنوات عديدة، ناهيك عن انتشار الأمراض والتسممات بسبب السلع المعروضة ذات الاستهلاك الواسع. تحت إشراف السيد رئيس أمن ولاية شلف وبالتنسيق مع الجهات الإدارية وتنفيذا للتنظيمات التجارية النص على مكافحة وضبط الأعمال التجارية، والهدف منها القضاء على مكافحة تجارة الأرصفة والباعة في الفوضويين، قامت مصالح ولاية شلف بعدة حملات وعمليات لتطهير شوارع المدينة من الباعة والفوضويين وتجارة الأرصفة، أين تم إنجاز في هذا الإطار عدة ملفات إدارية للأشخاص المخالفين، أين بلغ عددهم 52 ملف أرسلوا إلى الجهات القضائية. إجراءات المتابعة كانت أكثر إنسانية منها تطبيقا للقانون أو ردعا مباشرا بمراعاة الحالة الشخصية وكذا حالة الشباب العاطل عن العمل. كما تمت هذه الحملات والعمليات بكل احترافية وجوارية، وتم من خلالها تعامل إنساني مع الشباب ومرافقتهم لمزاولة نشاطهم في إطار القانون. تبقى سياسة محاربة التجارة الموازية أمرا حضاريا في ظل سياسة التقشف، وقبل ذلك التأكيد على مراعاة ظروف الباعة غير الشرعيين أولوية حتمية. في موضوع آخر، أقدم العشرات من شباب دوار الكناندة الواقعة ببلدية سيدي الأزرق بغليزان بالإضراب عن الطعام، محتجين أمام الملحقة الإدارية للبلدية بعد أن ملوا هذا الوضع المزري الذي يعيشونه بسبب انعدام المشاريع الإنمائية والبطالة التي يعانون منها. يقول يوسف بن فاضل. دخل العشرات من الشباب القاطنين بقرية كناندة ببلدية سيدي الأزرق في إضراب عن الطعام أمام الملحقة الإدارية، احتجاجا عن التهميش والبطالة التي يعانون منها. نموتوا للعيشة هذه، وراني أنا مام في الدار، احنا سبع أخوة، ورانا كي نهار اللي تجنوا ما تشوفش فينا، اللي تبارك تحت باص، اللي تبارك تحت زنقة، اللي تبارك كل واحد يورق، والسلطات مازال ما ردوش علينا. هذا وقد تضامن سكان المنطقة مع هؤلاء المضربين عن الطعام، مطالبين بحقهم في التنمية المحلية. خوتنا راهم يموتوا وخاصنا حقنا. هذه هي خاصنا، يقول لك خاصنا. وراهي مهمشة. صاي خويا، السكنة مكان، خدمة مكان. الميرة راه حاقرنا خويا. وهذه هي. غادي نقول زوج كلمات. حسبي الله ونعم الوكيل من رئيس البلدية والأعضاء تاعه. حسبنا الله ونعم الوكيل من رئيس البلدية والأعضاء تاعه. احنا شباب ما عندناش مستقبل. أنا راه في عمري 23 عام ما عنديش مستقبل، حنا شباب كناندا ما عندناش مستقبل، ما عندناش. اضرب، حنا عندنا بلدية ماشي بلدية سوق، حنا عندنا بلدية ماشي بلدية سوق، بيع وشرا خويا. تبنى حوالي تتقسموا، ونواد سلام يدي من زمورة يدي من غير زان يدي. ولد كناندا عمري لست ولد كناندا، راح اسكن في مندس ولا اسكن في زمورة ولا اسكن في زيزرك. ويبقى تماطل المجالس المنتخبة في دفع عجلة التنمية بالمناطق النائية سببا في إخراج المواطنين إلى الشارع. لم يجد هؤلاء الشباب من منطقة الكناندة من وسيلة لإيصال صوتهم إلى السلطات سوى الإضراب عن الطعام. من بلدية سيدي الأزرق، يوسف بن فاضل، نوميديا تيفي.
في الإضراب دائما دخل أحمد مجاهر وهو إطار من قطاع التكوين المهني بالبيض بإضراب مفتوح عن الطعام مؤكدا أنه لن يتراجع ولن يتوانى ما لم يتم إنصافه وإعادة الاعتبار له ورفعي الظلم الذي يتعرض له من قبل مسؤولين بقطاع التكوين المهني. تفاصيله ففي تقرير يوسف خاطر. أمام مديرية التكوين المهني بالبيض أعلن أحد الموظفين في القطاع أنه مضرب عن الطعام لأجل غير معلوم بسبب الظلم الذي يتعرض له من قبل المدير الولائي للقطاع بسبب شهادة حق شهدها المعني حسب قوله عقب حادثة شجار جرت بين المدير وإحدى الموظفات هذه الأخيرة التي اتهمت المدير بأنه وجه لها كلمات مخلة لشخصها وأضاف المعني على أنه كان شاهدا على الواقع الأمر الذي استدعى حضوره للمحكمة والإدلاء بشهادته التي جاءت في صف الموظف وأن المدير فعلا وجه كلمات نابية للمعنية بسبب تعسف في استعمال السلطة من طرف مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن سعيد عبد العاطي وبمباركة السيد مدير التكوين المهني للولاية لأنني شهدت شهادة حق أمام الله وأمام المحكمة في قضية سب متابعة جزائية ضد المدير في قضية سب وشتم قضية سب وشتم موظفة في حرم المديرية. ويناشد هذا الإطار وزير القطاع بالتدخل لإنصافه في الوقت الذي لم يجد آذانا صاغية تنصفه وباتت شهادة حق أدلى بها سببا في قطع رزقه فيما لا يزال تعسف مدير القطاع بالولاية قائما. أمنيا تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية البيض واستغلالا لمعلومات استخباراتية من توقيف شخصين ينحدران من دائرة بريكة التابعة لولاية بتنة عثر بحوزتهما على مسدس ناري من الصنف الرابع وذخيرة حربية وأسلحة بيضاء وكمية من المخدرات أين أبدى المتهم الرئيسي رفقة والده مقاومة شديدة قبل إلقاء القبض عليهما. ميكروفون يوسف خضير. وعلى إثر معلومات متحصل عليها من قبل مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية البيض مفادها وجود شخص محل شبهة يبلغ من العمر 21 سنة يقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة على مستوى بلدية الكاف الأحمر. على إثر ذلك تم استصدار إذن بالتفتيش من قبل السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوكطب وبعد عملية التفتيش تم حجز كمية من المخدرات كما تم حجز سلاح ناري من الصنف الرابع وذخيرة حية تقدر ب 35 كبسولة ومجموعة من الأسلحة البيضاء وهواتف نقالة كانت ملك للمتهمين على مستوى المنزل العائلي للمتهمين. اجتماعيا تعيش ثلاث عائلات مقيمة بسكن آيل لسقوط بشارع الإخوة شجراني بحي قنبيطة تحت طائلة التهديد بالطرد وقبل ذلك تعيش يوميا الخوف والهلع من سقوط الجدران التي اهترأت بصفة كلية ورغم ذلك لم تسجل هذه العائلة في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي. العائلة الثلاثة ناشدت والي الولاية للتدخل فورا لحل المشكل القائم وتحقيق في الأسباب التي جعلت الجهات المسؤولة ولجنة المراقبة والتسجيل حذفهم من القائمة المعنية من الاستفادة من السكن. ميكروفون محمد ونان. ورانا مغبنا خويا وانا زوج عزاب وعزبون نركضوا في الكوزينة مهدمة والما يقطر عليا من فوق وكل شيء مغبونا غبينة تاع كلاب. داك النهار طاح عليا طاف من الكوزينة وانا نطيب طاح عليا طاف من الكوزينة. رانا مغبنا أمام ربي رانا مغبنا. جات اللجنة روحنا تماك لاميني وطلبنا منهم وجات اللجنة تل هنا لعندها مي وصلت عند الباب قال لهم مانيش عارف هذاك الديليغي قال لهم لا هذا الحوش مليح انا طالبين منهم غير يجوا يشوفوا لا راهم كيما هم يقولوا راه مليح يجوا يشوفوا يدخلوا يشوفوا لا مليح دي الحوش ولا مشي مليح هاو مليح غير من عند الباب ادخل شوف الداخل شكاين تيطيح تنموت كيما قالك تنموت وحنا ولادنا عاد باش تجوا تشوفونا. التفكير في مشروع ميناء ترقة لم يخطر بعد ببال المسؤولين من السلطات المحلية إلى حد الآن. سكان مدينة عين تيموشنت يأملون ويحلمون بإنجاز هذا المشروع الاقتصادي الهام والذي من شأنه أن يدعم شباب الولاية بمناصب شغل. التقرير لبوسيف حري والقراءة لكريمة أشطوطح.
رغم أن مشروع ميناء ترقى لم يعد سوى كلام متداول في الشارع وأرشيف من التاريخ تحتضنه عقول التيموشنتيين بعدما تناساه فكر السلطات، خصوصا وأن منطقة بنتا مارينا بطبيعتها الخلابة والساحرة كانت معدة إبان ثورة التحرير لإنشاء ميناء بها من قبل المستعمر الفرنسي. صح هذه خمم لها القوري باش يدير بور، والبور اللي خمم له الحق عليه الاستقلال سمحوا. كانوا هنا كاع باينه باللي كان النهار الاول كي خمم لها القوري باش يدير البور كان كاع الماتريال محوله هنا كل شيء، وكيش تقلينا الله غالب سمحوا، كي سمحوا اش غادي نقول لك درك انا، حنا جبناهم يشوفوا قادرين علاش قاوم يقدموا هنا ويديروا بور، بور هوا باين كاع باين، ونزيدك حاجه بالك الله يعلم الله يعلم اقل تكلفه، خاطر علاش؟ قال لي عليهم الصحراء مخدومين. الميناء هذا صار ضربا من الخيال، غير أن الغريب في تجاهل السلطات هو أن إنجاز ميناء بهذه المنطقة سيساعد كثيرا القائمين عليه إن تم احتضانه نظرا للعوامل الطبيعية المساعدة. زيد خير من ناقص، وعندك بور أوليو باش في الشط ترقى تحط خلي دوك الفلايك تبقى في الشط وكاع، جيبهم هنا دير لهم هنا دخل هوا الضوء، هنا مولات جبارانا قريب. دير الضو دورة قريب، الماء قريب، الماء ديجا متحوش عليها وعندهم الماء غير هنا عين تسيل هنا. الحلم يبقى قائما بساحل يعد العمود الفقري لساحل الغرب الجزائري، فهل سيستجيب المعنيون؟ لا يزال سكان قرية كمودة ببلدية تيزي وزو يحافظون على العادات والتقاليد التي توارثوها أب عن جد منذ عصور، ومن بينها تيم شريط أو لزيعة، حيث يقوم أهل القرية بذبح الثيران وتوزيعها وفق نظام لم يتغير منذ عهود طويلة، إذ يفترض أن يكون لكل فرد من أهل القرية سواء المقيمين منهم على ترابها أو خارجها نصيب في هذا اليوم المشهود. أتقيل عمر حمامي. تعد تيم شرط أو لزيعة من بين أهم العادات والتقاليد التي لا تزال راسخة وسط سكان قرية كمودة ببلدية تيزي وزو، حيث يقومون كل سنة بذبح الثيران وتوزيع اللحم بينهم بهدف المساواة بين الفقير والغني، وكذا لم الشمل وتعزيز روح المحبة والأخوة فيما بينهم. لو كان ماشي السلعدة تاقي ونتسلحق حتى هي ولا ذي زمري يمانيس اشحال الفقراء يدي كارن ياخذ حتى الدرت وتبنى لها ذيه الليل وتبنى لها اي غار وين يزمر وين يزمر يغوم وايض يقريو المثل استقبايليت ام غار يساوال المزيد تساغاوال اما كان تي تناوال. اقل ساعات سلعدة كي قيس قادم من الزمان وفاد الجدود نخدمنا كتم شرط واسق واسق يا ثاني في كدر بيونا سيفر كرب بس يرنو ربي دير خير يصدقنا ضربة يزقر يتدر تاقي. وبعد توزيع اللحم تقوم لجنة القرية بدفع ثمن الثيران بالأموال التي يتبرع بها الأغنياء والمحسنين. صدقنا غدي ولا توزيعات أربعة يزقارن دونك نمود إن شاء الله اللي بدقي تدرس دونك أنت ماركي ثورة غير قارن ونسان يعني عشرة سن ماركي عشرة ونسان 12 كيجي وبعد نخملي بارن إيماني بوكسوم إن شاء الله وتفرحنا. أقلع سيجي أنا نخدم في مشروط ذاقية أقلع كون كما قلت سوالي مكلية أقلع أنا نجم مكسوم ذاقي إلا قاطن نفرق كل يوم نسلح قيس بيان سور إلا قبل ندم ذي هذر أمي ذاكي الزدان ذاكي أمي ذاكي لن أندني ظن السجد نهار قوية مي قاري كلي تواشرت أمي قاري كلي أريون الفرح أريون تذكلي يا غير تذكر ربي نخوانا وكلي إن شاء الله هذا يا ربي وين خل مشي قاني وريا سفاث سيار ربي ذي شانيس. هذا ونظرا لأهمية التيم شرط أو لوزيعة على المجتمع ماديا ومعنويا تكون غالبا إلزامية في العديد من القرى خاصة مع تقارب المناسبات والأعياد الدينية. نهاية النشرة المحلية وذا تذكير بالعناوين. في تيبازا يوم إعلامي حول دور القروض الاستهلاكية في تطوير المنتوج الوطني. وبعنابة مصالح التضامن الوطني في خرجة إنسانية إلى بلدية العلمة. وبعين تيموشنت ميناء ترقى حلم أو أرشيف ضائع.
وبتيزي وزو تمشرط عادة راسخة وسط سكان قرية كمودة. شكرا لكم على المتابعة الطيبة والسلام عليكم.